تعدى عليك يا والخلع قاعد فيك في واحد كويسينا وضربني وبو كان فش على قبل قبالة شي معاش كان للا مع ربعية تحت العشقة هذا ما نعرف شي الساعات أنا أقول يعني عمال الحريرة يعني ميقات ردال الحريرة ميقات ردال الحريرة نعم هما اللي هو كان فش على قلت ما كانش دلت لك ضربني بالحجر النادر وعودني الدراع وعودني المساطة البزولة بزولاتي بجوجات والله يجعل بركة في رزقكم أنا هذا أنا وياه ما عندي حتى واحد ما عندي ولادي قاع في سطات بنتي هذه قاع في سطات حتى واحد ما معايا أنا عاب بحدي السيدة معدية بزاف السيدة معدية بزاف السيدة محنة اللي كنشوف أنا مسكينة ردة الدم معدبة ما كتنعس لا ليل لا نهار ماكلة ما كتاكلش من نهار ضربت من نهار السبت هي مسكينة عايشة في حالة وفي الخلعة وفي هذاك الرعب اللي عايشة فيه مسكينة ولاد كتقولك كنكون باركة النوض نقول غادي يدخل عليا ما عندهاش حتى الساقطة للباب عاد المحل ما ماشي مصلوح عاد مسكينة معدبة هي وبنتها معاها البنت ديالها هذه المعاقة اللي كتشوف فيها ما كتهضرش مسكينة هي البنت المعاقة اللي هذيك معاقة ما عاد حتى شي حاجة ما تعرف ليها ما والو لا ما عطيتيش تاكل ما كتاكلش وهاد السيد راه مراه كبيره ماشي داك وهاد السيد كيقول لي نقتلك السيد كي قدمتو بشي شكايه اختي فهمتيني تقدمنا شحال من شكايه ماشي وحده تقدمنا بوحده فاش ضربها في 2020 ضربها الراس ودرت ليها سكانير ولكن ما شنا حتى شي حاجه قلتي اختي لان الوالده مسكينه عيانه باش تعاود لينا النيت الوالده ما الوالده ما تقدرش توقف مسكينه ما تقدرش قلتي اختي ما كتعرفش لا اله الا الله هاد السيده دارت عدا على هاد الوالده يشوفوا في هاد الخلقه وياخذوا لي الحق ديالها ما يخليوهاش ضايعه راه ضايعه هاد السيده راه ضايعه هاد السيده فيها 32 يوم شهاده طبيه 32 يوم اه يعني خاصو تعتقل هو نهار السبت وما تعتقلش هاد السيد بقى كيدور ومن يخرج تخرج من نهار الثلاث خرج من عند الوكيل خارجوا لاقينو بناتو وخواتات وكلشي كانوا عند الباب تما يتسناو فيه خارجي زغرت علينا انا كنت انا بقيت نتسنى ما خلاوش ليا الدريه معاقه مضروبه ما خلاوش ليا تدخل مضروبه الكتف من فوق ليا الكتف مكردغ ليا بالخبيط الكتف مسكينه وهي اللي حاولت فكات الوالده ديالها هي اللي حاولت فاش دخل عليها جراتو قالت لك ملي بقى يخبط فيا حتى طحت بقى يخبط فيها الحمراء كامل زرق راه ما فيها ما يتشاف الحمراء كامل بقى يخبط فيها الوالده ديالي والدري اختي كتفاتها هي زرق ومن فوق ليها ومن قالت كنت نطيب في الحسوقه مع قالت كصليت العصر ورديت الماء في الكوكوط برك ندير باش ندور الحسوقه قالت كانت تدخل عليا انا قالت ما عرفت راسي باش تبليت تعرف الضربه على الغفله بنادم ما كيعرفش ما كيديرش حق وضربها دخل عليا لداخل يعني راه السيبه كاينه في البلاد راه السيبه كاينه راه كنقولها انا ونعاود نقولها راه كاين السيبه هاد السيد هذا اللي داخل عليها حتى المحاله راه سيب واليوم ها اليوم الصباح لحقوا بهيمو لحقوا ليها البلاد قدامها قدام الباب سارح ليها قالت لي حيد عليا بهيمك جا حارك ليها هو ومرتو بغاو قالوا والله تنقتلوك هاد الخطره الله تندوزوك ميقته وخطية ما شافها حد بحالو كيقولوا ليها جات هي على تعاود ديالها انا ما حد ساكنه انا في الصاد كاريه بويت ما داركاش معاها واش كطالب كنطالب بالحق ديالها يتخاض لي هاد السيده ما تبقاش ضايعه راه ما لا اله الا الله هادشي اللي كنقول انا هادشي اللي كنقول شي اللي كنقول السيده راه تعدى عليا بزاف تعدى عليا بزاف راه ما خلاني نبرك ما والو ما نشوفو نخاف عاد نبغي نرقد ما نرقد عاد نشوفو نهرب نخاف يقصدني انا نطالب بالله والمليك الله ينصرك وهذا الله يخليه لينا يعطيني حق لي على هذا اللي اتكرفس علي قبل قباله انا وبنتي هذه معوقه وكل ما كانت هذه اللي قفل ساتو وعلي قاش وقفل ساتو كان قتلني كان يقتلك وكان يقتلني وحد قاسر والي ساري جرفي الله يخليه لينا
وقلت نطالب به يعطيني حقي. انا شينا كيف انا سير نعيش في العذاب، انا نعيش في العذاب، نعيش في العذاب. انا شي قال مولاها ما عديش حيت انايا مسكينه ما عديش هي. وهو قال ياك يتعزق سبحانه وتعالى، وقال حيت عدو الفلوس كيتفايش عليا بهم. قال لك انا ببناتي، بناتي يجيبوا لي كاع ما حايفك، وبناتهم يجيو قالوا لي قتلها وحنا وراك.